نروح إلى خبر ثاني، يعني نبقى مع الحالة الجوية التي كانت يعني عصيبة اليوم على الرياض مع موجة غبار انخفضت معها الرؤية الأفقية، فيما لم تعلق إدارة تعليم الرياض الدراسة حتى صباح اليوم، مما سبب موجة امتعاض على وسائل التواصل الاجتماعي. الحديث أكثر انضم معي عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين. هلا أخوي علي، الله يحييك. خليني أول شيء ودي تعطيني آخر التطورات حول الحالة الجوية. نعم أخوي علي، حقيقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم تقرير لجولة جديدة من الغبار على المملكة ابتداء من يوم غد إن شاء الله. هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة، رياح جنوبية قد تصل سرعتها أو تتجاوز 45 كيلو متر في الساعة، وانخفاض الرؤية إلى أقل من 2 كيلو. تشمل المنطقة الوسطى والشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، مع فرصة أيضا لهطول أمطار إن شاء الله من يوم أيضا الخميس على بعض مناطق المملكة، تشمل المناطق الشمالية منطقة تبوك والأجزاء الساحلية. طيب. التقرير أيضا شمل فقرة مهمة، وهي أن يوم الأحد إن شاء الله أيضا ستشهد رياح نشطة عندما تتحول إلى شمالية على مناطق تبوك، قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة. طيب حسين، في مشكله صارت. اول شيء اللي بتخليني اسالك سؤال، ما صحه ادعاء اداره تعليم الرياض والتي كانت اعلنت فيها عن تعليق الدراسه، وكان ذلك في تمام الخامسه والنصف في الصباح، وقالت ان ذلك لتحذيركم الذي كان قبل قليل في ذلك الوقت اي الخامسه والنصف. انتم متى بلغتوهم اساسا انه في خطر؟ نعم، حقيقه اخوي علي، التنبيه المتقدم على منطقه الرياض كان من عصر يوم أمس، واستمر تحديث التنبيه حتى الساعات المتأخرة من فجر اليوم. أنا كنت في اتصال مع إدارة تعليم الرياض عند الساعة حوالي 11 والنصف مساء أمس، وبينت الحالة وأكدنا أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة ستؤثر على الرياض وستشمل العاصمة الرياض، خاصة المناطق الشمالية منها، بسرعة وانخفاض في الرؤية لأقل من 1 كيلو. ولا استجابوا؟ لا حقيقة، يعني هذا الأمر متعلق بإدارة التعليم، لكن هم طلبوا منا تبيان الحالة وقدمنا كل الدلائل والمؤشرات على سرعة. لا بس حكاية أنهم يكتبون، وردنا قبل قليل الساعة 5:30 الصبح وأنتم معلمينهم، آخر ما كلمتهم أنت 11 في الليل وارسلت لهم في العصر. لا. أمس في مشكلة. أول شيء يعني إحنا حاولنا أن يكون التعليم معنا، تعليم الرياض، لكنهم لم يستجيبوا. السؤال بس لنا يا حسين، انتم كيف طريقه التواصل بينكم كادارات؟ يعني مثلا انتم ترسلون فاكس ولا ترسلون ايميل ولا تكلمون مباشره انه في خطر داهم معين؟ انا اخوي علي اوضح لك بشكل يعني مفصل عن الاليه المتبعه في المقابله المبكر. نعم. نحن بدايه عندما يتم الاعلان كما ذكرت الان واوضحت انه غدا مثلا او بعد 3 ايام سنكون حاله جويه، نقوم بتمرير هذه المعلومه اولا للحاكم الاداري في كل منطقه وهي الاماره، ثم بعد ذلك تمرر لنقاط الاتصال ل 16 جهة حكومية معنية بالتعامل مع الظواهر الجوية، ومنها سواء التعليم والصحة والجهات للتعامل مع الحالة. ثم بعد ذلك تمرر المعلومات أول بأول عن كل مستجد عن الحالة من خلال رفع مستوى التنبيه من مراقبة إلى تنبيه، ثم تنبيه متقدم، ثم التحذير، وهناك جداول زمنية تم تحديدها للتعامل أو الإعلان عن هذه الحالات، نقوم بتمريرها أول بأول لهذه الجهات المتابعة. وهناك أيضا ضوابط اتصال موجودين في الهيئة لي كما ذكرت في البداية، عندما تريد جهة أن تستفسر أكثر عن الحالة لتتخذ إجراءات مناسبة في هذا الجانب. طيب شكرا جزيلا أستاذ حسين القحطاني المتحدث باسم الهيئة للأرصاد وحماية البيئة. في أيضا عندي هنا في الليدي تقول أنه طلعوها بالله، تقول خبر تعليق الدراسة في جامعة الملك فيصل بالأحساء كان في 6 صباحا أي بعد ركوب طالبات الجامعة في القطار من مدينة الدمام بساعة ونصف. احنا ليش جبنا تويتر وليش جبنا الاشكالية اللي صارت بين هيئة الأرصاد وبين التعليم؟ لأنه أرواح الناس ما هي بلعبة ولا هو بعناد. إذا اليوم عندنا تجارب، إذا هيئة الأرصاد قالت في خطر داهم، علقوا الدراسة يا أخي، علقوها. الرجال يقول مكلمكم 11 في الليلة بس مرسلين لكم العصرية، بعد كذا كله انتم تروحون تكتبون في تويتر
قبل قليل الساعة 5:30 يعني مواصلين أنتم في أنه ما عندكم مشكلة، ترى ما حد درى عنكم الحين، مين بالقضية أنك أنت قضية في جهة هذا تخصصها قالت لكم يا تعليم الرياض ولا أي تعليم آخر ولا أي جامعة ترى في خطر داهم، خلاص أرواح الناس ما هي بلعبة، ليش العناد يعني؟ أنتم في النهاية علقتوا الدراسة، طيب علقوها في الوقت المناسب. يعني في ناس يداوم من هجر، في ناس يعني مسافات طويلة، في التزامات، في ناس تسافر، في أطفال، في يعني غريب المسألة ما هي بعناد يعني. عموما إن شاء الله إنه يكون هذا الدرس ويستفيدون منه في المستقبل، مع إني أنا بعض الجهات والله إني يائس منها في هذه وفي غيرها، بعد بيأس في مشكلة كمان نيأس، أي في جهات مشغولة في أشياء ما نعرف عنها، أداءها باهت بالنسبة للعملية، يعني الشيء اللي يمس المواطن، الشيء اللي يمس الخدمات، في جهات الحقيقة مخيبة للآمال.